شكرا. انا مش يعني مش هقدر ازود في مسائل القانونيه على الكلام اللي الاساتذه قالوه، بس انا اقدر اقول ان ده استمرار الحمله دي استمرار لموقف الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي واحزاب التيار في رفض قانون التظاهر منذ صدوره. ونائب رئيس الحزب قدم استقالته، من ضمن اسباب استقالته اللي هو اعتراضا على قانون التظاهر تضامننا مع مذكرة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أصدرنا بيانات، وأخيرا تضامننا مع الزملاء لطلب من المحكمة الدستورية للمحكمة الدستورية العليا لسرعة النظر في قانون التظاهر ومدى دستوريته. وأعتقد أن ده حق كفله الدستور سواء للأفراد أو الكيانات أو الأشخاص الاعتبارية. ف يعني أتمنى يكون في استجابة من رئيس المحكمة الدستورية العليا لتحديد أقرب جلسة لنظر الطعن. شكرا. شكرا جدا الاستاذ اسلام. احنا النهارده زي ما قلت لحضراتكم معانا كل الاحزاب بتاع التيار الديمقراطي الست احزاب، وايضا انا برضو مع يعني يا زملاء انا عايز اذكر برضو حضراتكم واحنا يعني كلكم صحفيين ومتابعين لهذا الملف ان موضوع المطالبه باطلاق سراح الشباب والفتيات المحبوسين بسبب قانون التظاهر لم تقتصر على الاحزاب، يعني شخصيات سياسيه عامه اصحاب راي عام كثيرين كتبوا في هذا المجال. اعتقد حضرتك تتذكروا الاستاذ عبد الله السناوي يعني قال ونقلا عن السيد الرئيس في عده مرات انه تلقى ما يشبه يعني تلقى يعني وعود انه سيتم اطلاق سراح الشباب والفتيات المحبوسين بسبب قانون التظاهر. اعتقد يمكن حضراتكم بعضكم شفتوا المقال كتبه الاستاذ حمدي رزق في جريده المصري اليوم يوم السبت اللي فات، وهو يعني ان بيقول في المقال وانا بنقل عنه ان هو اعتقد ان ما مر من عقوبه قضاها هؤلاء وراء قضبان كافي، والعفو الرئاسي عنهم ضرورة وطنية، والمطالبات الحثيثة للقوى السياسية بالإفراج عن هؤلاء تستحق نظرة رئاسية منصفة وعادلة. التفرقة بين الإخوان والشباب الوطنيين في مفرق وطني مهم يوم 30 يونيو القادم من متطلبات المرحلة الراهنة. فيعني احنا في حشد كافي وفي راي عام كافي، لدرجه ان هو كان الرئيس نفسه قال ان هو هيقوم بالافراج عن هؤلاء، ولكن فوجئنا ان تم التراجع عن هذه القضيه تماما حتى في اللقاء الاخير للرئيس مع رؤساء الاحزاب عندما اثارت السيده هاله شكرا الله دكتوره هاله شكرا الله رئيس الحزب واخرين قضيه المطالبه باطلاق السراح، يعني لم نتلقى اجابه عن مثل هذه المطالب. احنا يعني الاجهزه الامنيه اللي ممكن تكون بتقول لاجهزه صنع القرار عندنا في مصر ان التراجع او التعديل او اطلاق سراح هؤلاء الشباب قد يؤدي الى عوده للاضطرابات مره اخرى، ده تقدير خاطئ تماما. بالعكس احنا لو احنا فعلا مقبلين على الانتخابات البرلمانيه المقبله احنا عايزين نشجع الشباب ان هو يشارك في هذه الانتخابات، ومش عايزين ندي اي مبرر للمزيد من العنف والغضب اللي موجود عندنا في المجتمع. انا هنستمع دلوقتي كلمه الاستاذ عبد العزيز الحسيني من حزب الكرامه. أنا يعني سريعا كده عايز أكد على كل الكلام اللي قاله الزملاء اللي سبقوني في الكلام، وعايز أقول ملاحظة بالنسبة للفضائيات المصرية. أنا مش شايف قدامي إلا مايك واحد لفضائية مصرية واحدة، وده يعني في حد ذاته أعتقد الإعلاميين والصحفيين اللي موجودين يقدروا يفهموا المعنى اللي بقى موجود في المجتمع المصري دلوقتي في قضية المهنية والحريات العامة وحق النشر والتعبير. فيما يخص قانون التظاهر هو طبعا بيتعارض مع نصوص الحريات في الدستور، وبيتعارض ايضا مع المواثيق الدولية اللي وقعت عليها مصر اللي اكد عليها الدستور انها جزء من منظومة القانون والنظام المصري. إذا كان منهج الحكومة المصرية إنه يعني إن المال قبل الإنسان والاستثمار قبل الإنسان، رغم إن ده عكس القيم السماوية والقيم الإنسانية والدستور المصري، لكن التعارض اللي حصل مع المواثيق الدولية ده إذا هم مهتمين بقضية الاستثمار يعني قبل الإنسان ماشي، ده مش هيحصل في مصر استثمار حقيقي دون دولة قانون ودولة بتدير شؤونها على أساس قيم حقوق الإنسان تحترم الحقوق الأساسية للإنسان. مش هيحصل اطمئنان للاستثمار في مصر بشكل واسع إن لم تحترم الحكومة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية اللي وقعت عليها مصر وتبقى فيه في مصر دولة قانون. وبعدين قضية كمان رئيسية
النظام المصري مهتم بيها، واعتقد الشعب المصري كمان مهتم بيها، ان انت مش هتقدر تواجه الارهاب مواجهه حقيقيه بدون حريات عامه وبدون حقوق انسان وبدون سياده قانون وبدون عداله قانونيه وبدون عداله اجتماعيه. بدون المسائل دي كلها مفيش قدره على مواجهه الارهاب، بل السياسات الحاليه تصب مباشره في صالح العنف والارهاب في مصر. انا بقول الكلام ده ان الحكومه بسياستها وتمسكها بقانون التظاهر المعيب الغير دستوري بتصب تحت العنف والارهاب، وهي لا تفهم هذا ولا تعي هذا. شكرا. انا بشكر جدا الاستاذ عبد العزيز، واحنا برضو مره ثانيه يعني عايزين نقول ان احنا لما بنطالب بموضوع الاقرار بما ورد في الدستور، ان احنا بنعارض تكرار التجربه الطويله اللي احنا عشناها في ظل عهد المخلوع مبارك، ان احنا عندنا يكون مكتوب دستور كويس بس القوانين اللي بتطلع والتطبيقات اللي على الارض تكون ليست لها علاقه بما هو منصوص عليه في الدستور. فللاسف الشديد احنا عندنا في الدستور التظاهر بالاختار زي ما احنا شايفين، ويطلع عندنا قانون يقول لا انت لازم تستاذن من وزاره الداخليه وتروح لها قبلها باسبوع. عندنا دستور بيقول ان الاضراب حق مشروع، وعندنا بيطلع احكام انه لا ده الاضراب ده مش بس يعني ممنوع، لا ده كمان مخالف للشريعه الاسلاميه. زي ما اشارت الزميله الهام، في حاله من التراجع بصراحه في يعني في كافه اوجه الحياه العامه، سواء فيما يتعلق بنشاطنا كاحزاب، محاوله يعني محاصرتنا والمنع من التعبير السلمي عن الراي، النقابات وتشكيل النقابات المستقله، المنظمات غير الحكوميه بتواجه برضو كميه كبيره من المشاكل من اجل ممارسه نشاطها، اللي بنتكلم ايضا عن النقابات العماليه المستقله. يعني كل هذه الامور اللي نص عليها الدستور بشكل رائع وجميل في نصوصه لا يتم تطبيقها مطلقا على الواقع. وانا بصراحه يعني مش مستغرب خالص ان احنا نقرا دعوات في بعض الصحف انه اول مهام مجلس النواب لو تم انتخاب مجلس النواب او لما يتم انتخاب مجلس النواب ان هو يعدل الدستور لاسباب مختلفه، يعني سواء فيما يتعلق بالانتقاص من بعض الحريات العامه او زياده السلطات الممنوحه للسيد الرئيس. المتحدث الاخير النهارده، وطبعا احنا مخلينه للاخر عشان احنا لازم نوجه لهم شكر كبير، استضافتنا اليوم من حزب مصر الحريه زميل وصديق الاستاذ تامر سحاب، وبعد كده لو في اي حد عايز يسال اسئله للاساتذه المحامين او اي حد من الموجودين اهلا وسهلا. انا شاكر لكم يعني انتظاركم لغايه الاخر، ده حاجه ظريفه جدا. انا بس عايز اوجه شكر للقضاء اللي قضوا في براءه زمايلنا في التحالف الشعبي، ان هم كانوا في الثوره في الثنائيه اللي فاتت كانوا عاملين يعني زي احتفاليه ومسيره ورود علشان يقدموها. بس طبعا المشكله ان القضيه دي في الاخر مش هترجع شيماء، يعني هي شيماء توفت في الموقف ده. فاحنا يعني منتظرين من المحكمه الدستوريه انها تقف مع الشباب وتدي امل للشباب تاني ان في دوله عدل وان في حقوق موجوده في مصر. بس شكرا. أنا بشكركم جزيل الشكر يا زملاء. لو في أي أسئلة معانا الأستاذ طارق كمحامي، الأستاذ إسلام كمحامي، أو أي أسئلة للي موجودين هنا. هو خالد، الموعد اللي أنتوا هتقدموا فيه مذكرة للدكتور، يعني إحنا هنتشاور مع بعضينا يعني، بس أعتقد إن إحنا النهاردة إيه الثلاث يعني نهاية الأسبوع أو أول الأسبوع الجاي بالكتير هيروح مجموعة مننا لتسليم هذه المذكرة. مرة ثانية أنا بأكد إن إحنا رايحين كمواطنين، شخصيات عامة، شخصيات مهتمة بالشأن العام، ويمكن حضرتك يعني ما أعرفش أقول لك كمان إن هي كانت مفتوحة للأونلاين، ففي مجموعة كبيرة من المواطنين برضو متضامنين مع مطلب تعديل هذا القانون. فإحنا بنأمل يعني خلال أيام يتم تسليم هذه المذكرة بما تضمنه من توقعات لأعضاء لجنة الـ50 وبما تضمنه من توقعات للشخصيات العامة، ونتطلع للاستجابة للمطلب بتاعنا. اتفضل يا أستاذ. محمد الحمراني من قطر العربي. بس يا استاذ خالد، على فكره تقديم المذكره او التماس للمحكمه الدستوريه، هل من خلال ده ومن خلال حديث حضرتك دلوقتي والاساتذه، انقطع كل السبل والحديث مع مؤسسه الرئاسه ومع الحكومه بشان تعديل القانون
او بشان خروج بعض انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا بس يعني ارجو ان انت تحط حضرتك في الاعتبار ان احنا يعني لا نرفض تلبيه اي دعوه تاتينا للحوار مع اي طرف، سواء فيما يتعلق مع رئاسه الجمهوريه او ما يتعلق مع رئاسه الوزاره. يعني احنا لما جه الرئيس دعا مؤخرا الاحزاب للاجتماع، احنا ذهبنا لحضور هذا الاجتماع وقدمنا المطالب بتاعتنا. احنا بنسعى في كل السبل، احد السبل اللي احنا كنا نتمناها ان الرئيس بما يملكه من سلطه تشريعيه ان هو يعني يستشعر حجم الغضب والاحباط والاحتقان اللي موجود بسبب هذا القانون، فيتولى هو تعديله، هو نفسه يتولى تعديل هذا القانون بما له من سلطة. يبدو أن ذلك غير مجدي، فبالتالي احنا بنلجأ للأسلوب برضو آخر قانوني وشرعي، وهو اللجوء إلى المحكمة الدستورية، لأن احنا جزء رئيسي من الارجمنت بتاعنا من يعني أو الحجج بتاعتنا أن هذا القانون مخالف للدستور، فبنلجأ لأصحاب الاختصاص في هذا الشأن، المحكمة الدستورية العليا. فنحن نحاول كل السبل، لما الرئيس طلب أن احنا نقدم قوائم قدمنا قوائم، لما رئيس الوزراء طلب قدمنا قوائم، وزارة الداخلية طلب، النائب العام طلب. لا انا ما اقدرش اقول لحضرتك عدد القوائم اللي احنا قدمناها، وكل اللي موجودين هنا يعني شهود على ذلك. ومره ثانيه انا فعلا يعني انا مش يعني متاكد ان ده اللي بيحصل ده سابقه غير معهوده مطلقا. يعني احنا كل الاساتذه هنا اللي واقفين من اللي شاركوا في ثوره 25 يناير وقبل 25 يناير، انا لما كنت شاب صغير في سن الشباب اللي محبوسين دلوقتي جوه السجن، لما كنا بنتمسك في مظاهره ضد اسرائيل ولا ضد حرب العراق اخرتها كان يومين، ولا ضد مبارك، ولا ضد مبارك نفسه اخرتها يومين ثلاثه اربع ايام نفس اليوم. كبار المشاغبين يقعدوا 15 يوم ويخرجوا، لكن ان هو شباب صغير السن طلبه اباء او امهات لاطفال صغار يمكثوا في الحبس سنه واثنين وثلاثه، فده بصراحه يعني امر اكيد بيبعث على عدم الثقه في الاجواء السياسيه والرغبه في ان احنا نشارك ونساهم. احنا مره ثانيه بنتكلم على مظاهرات سلميه للتعبير عن الراي، ونحن ضد العنف، نحن وقفنا ضد العنف دائما، وشبابنا كان بيموت وهو بيرفع شعار سلمية سلمية. تفضل. والله ممكن نتشاور في المسألة دي، واعتقد ان احنا علينا ان احنا في ظل الظروف اللي موجودة ان احنا نعيد التفكير والعمل بآليات بطلنا نشتغل بيها من فترة. احنا قبل الثورة كنا بنشتغل في جامعة التوقيعات في الشارع في مناسبات كتيرة، وده سلاح فعال. النهاردة لازم نفكر في هذا السلاح مرة أخرى في ظل التضييق اللي ربما يتجاوز فترة مبارك. ممكن، بس طبعا بيبقى القرار جماعي مش قرار فردي. هو الاستماره موجوده اونلاين، وهتفضل مفتوحه لكل المواطنين اللي هو عايز يقوم بالتوقيع عليها يقوم بالتوقيع عليها. انا زي ما قلت لحضراتكم عدد المواطنين الموقعين على الاونلاين لغايه دلوقتي في حدود 360. هتبقى الاستماره دهيت مفتوحه للتوقيع، واحنا بالعكس انا شايف ان احنا لو كان مثلا عندنا بس فقط المزيد من الوقت كنا تمكنا من جمع المزيد من التوقعات، سواء من اعضاء لجنه الخمسين المحترمين او من الشخصيات العامه او بالتاكيد من المواطنين اللي هيستجيبوا دي. فيعني مش بالضروره ننزل الشارع بنفسنا، بس الاستماره موجوده اونلاين، موجوده على مواقع كل الاحزاب بتاعتنا. يعني هو عموما يعني لكل حدث حديث، واعتقد انه يعني مش احنا بس، اعتقد انه في قطاعات واسعه من المواطنين المصريين زي الموظفين والعمال اللي سبق انهم تظاهروا قبل الثوره علشان مطالبهم الاجتماعيه. اعتقد انه الصدام معاهم صعب في قضيه التظاهر، لانه دول مش هيبقوا 100 شاب ولا 50 فتاه، ولا هم بيبقوا عددهم اكبر من كده بكتير، وبيطالبوا بحقوق اجتماعيه، ودي لقمه عيش، مساله اساسيه في الحياه. فاعتقد انه الاستمرار في يعني الضغط على الناس في قضية قانون التظاهر هتولد قطاعات أوسع من المختلفين مع النظام الحاكم. في أسئلة تانية؟ طيب الاستاذ اسلام كان عايز يقول حاجة، اتفضل. هي بس بالنسبة لوسائل التصعيد، احنا متفقين كمجموعة ان احنا دي مش اخر مرحله، وان في هنتبع كل الوسائل السلميه الاخرى سواء الرمزيه او الحركيه، بس بدون الاخلال بالنظام العام لاستمرار التصعيد حتى يتم تغيير فلسفه كتابه القانون. يعني
يغيروا فلسفة القانون من مصادرة الحقوق إلى تنظيم الحقوق، وده اللي احنا بنطالبه وطالبنا به سواء قدام رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء. فالحملة هي مستمرة بوسائل أخرى سلمية لحد ما نزاح قانون التظاهر بشكل تام ويصدر قانون جديد ينظم هذا الحق. يعني ما اقدرش اضيف غير انه الناس برضو بتثقل على الاحزاب السياسيه وتقول لك ليه ما بتنزلوش الشارع توزعوا العريضه دي للمواطنين عشان ندخل 100 شاب تاني للسجن. ده سؤال لازم يطرح، لان هو في نغمه ماشيه في البلد والسلطه بتمررها، وللاسف الاعلام وبعض القوى المجتمعيه بتكررها، انه ليه ما بتنزلوش الشارع بكثافه؟ لان الناس بتنزل الشارع بتتسجن، وعلينا ان احنا نفهم خطوره ده. الانتخابات البرلمانيه جايه، اي نعم في تاجيل ليها عمال يحصل، لكن هتحصل في لحظه من اللحظات. هذه القوانين القمعيه ستطبق في الانتخابات البرلمانيه وستطبق بالكيف. اللي مش عاجبهم هيطبقوها عليه، واللي عاجبهم هيسيبوه يعمل مواكب وحملات انتخابيه براحته من غير ما يطبقوا عليه قانون ويطلبوا منه تصريح. وايضا احزابنا الجديده اللي طالعه من رحم الثوره ستواجه بنفس السؤال، انتوا فين وفين كراسيكم وفين عدد اصواتكم؟ القمع اللي بيمارس علينا غير اللي بيمارس على غيرنا. فيجب ان الناس تبقى فاهمه كويس قوي الضغط اللي احنا بيمارس علينا امنيا وقانونيا، جزء منه بوسائل رسميه وجزء منه بوسائل غير رسميه. ورغم ذلك احنا بنحاول مع الحرص ان احنا نقلل في الحقيقه عدد الشباب اللي بيخش السجون في المرحله دي. اتمنى طبعا ان احنا ننزل بحمله في كل شوارع مصر بهذا الالتماس ونوقع عليه، بس اتمنى ان ما يكونش تمن ده 100 شاب كمان في السجن. واتمنى ما يكونش الثمن الصعب الاكبر من كده، يعني استكمالا لكلام الاستاذه الهام ان احنا مش بس بنتسجن، احنا ممكن بنموت كمان زي ما حدث مع الشهيده شيماء الصباغ، زي ما حضراتكم عارفين، وزي ما حدث قبل كده مع سيد عبد الله من الشاب اللي قتل في الذكرى الثالثه للثوره في وسط البلد. فيعني المساله للاسف الشديد لا تقتصر على السنوات الطويله اللي بنقضيها في السجون، ولكن ايضا الامر اللي بيصل لحد فقدان ارواح شباب بالتاكيد كان يستحق ان هو يستمر في هذه الحياه ويمارس حقه في التعبير عن الراي بسلميه. لو ما فيش اي اسئله ثانيه احنا بنشكركم كلكم وهنوافيكم بالتفصيل. اللي طبعا يعني احنا معانا هنا القائمه بتاعت الاسماء الناس اللي مضوا عن طريق الاونلاين، فيها اللي عايز يطلع عليها بس مش هنقدر نديها لكم لان هي مصحوبه بارقام الرقم القومي، بس يعني علشان تتاكدوا بنفسكم. متشكرين جدا ليكم، ربنا يخليكم، مع السلامه.